اي والله. زينب نعم احكي لنا شنو الحادث؟ كنا انا وابويا بالبيت، امي كانت بالزياره، فبس انا وابويا بالبيت بالغرفه نايمين انا وياه، فتقريبا الساعه بالثنتين انا نمت. انتوا عائلتكم بس انتي وامك؟ عندي اخوات متزوجات. تمام، ما عندك اخوان؟ لا ما عندي اخوان. تمام، فبالبيت بس انا وابويا، كنا امي بالزياره، فالساعه بالثنتين انا كنت اقرا نمت ماكو شيء. انتي طالبه؟ اي طالبه تمريض. باي صف زينب؟ تخرجت هاي السنه. من جامعه؟ لا اعداديه تمريض. اعداديه؟ اي نعم. فالساعه بالثنتين نمت ماكو شيء، تقريبا ورا ساعه حسيت اكو حركه كلش قريبه علي، فقعدت لقيت يعني واحد قريب علي لزمني انا راسا ضربته، ظليت لازمته من ايده وهو لازمني احاول انه ما اشوف وجهه، فظليت اني ادفع بيه، كان ضربني بالمسدس، ضربني اني شلون يعني تخربطت، فوقعت ايديه هديته، انا كنت يعني لازمته وعضيته، فوقعت ايديه هديته، كان اخذني سحلني ويم الباب مال الغرفه، كان اكو ضوء قريب. كم واحد؟ ثلاثه. هم طبوا ثلاثه؟ اي ثلاثه اللي شفتهم اني بالغرفه ثلاثه. فسحني يم الباب مال الغرفه، ظليت اشوف يعني شفت ان انا حتى كنت عبالي يعني هذا حلم مو حقيقه، فظليت اشوف عددهم، ظل يضرب بي، ضربني على راسي وضربني على اصبعي، كسر اصبعي، كان يقول لي واحد من عندكم كان يحكي، كان يقول لي احنا عندنا معلومات عنكم، عندكم ذهب وفلوس وين؟ فاني يعني من الخوف قلت له بالكنتور، فراح للكنتور ظل يدور، بعدين ظلوا يدورون بالبيت، كان قال لي راح نطلع احنا، بس انا شنو كنت انزف كلش يعني اذوني بالضرب. براسك ضربت؟ براسي ضربني 13 خياط براسي وكسر باصبعي ومن غير الضرب وال يعني خراميش بجسمي، فبعدين قال لي احنا راح نطلع اذا سمعت لك اي صوت ارجع عليك بطلقه اموتك، فاني قلت له بس عوفني لا تسوي لي شيء، باثناء من كنت اني اصرخ هددني، قال لي اذا ما تسكتين انا راح اختصبك، فاني سكتت، خفت انه صحيح يسويها فسكتت، عاد بعدين طلعوا. من طلعوا ظليت انا ببالي وين ابويا؟ ليش ابويا ما حس بي كل هذا اللي صار؟ وهو كان نايم بصفي، فقعدت لقيت الغرفه مالتنا الملابس كلها مطيعيها، الكنتور مكسور، فطلعت ادور على ابويا واني انزف قوة امشي، لقيت ابويا بالاستقبال، احنا كنا نايمين بالغرفه، لقيت ابويا بالاستقبال ميت مكتفي وايديه يعني شناطه خاليها، فاني خفت ما قدرت اتقرب على ابويا، وعبالي يعني هم بعدهم موجودين بالبيت، يعني ما عبالي هم كلهم طلعوا، فرحت بالشارع ظليت اعيط، اجوا الجواري دخلوني لبيتهم، واجوا بعدين شافوا الحادث وخبروا. يعني جيت لقيت ابوك ميت؟ اي شفت خانقي. اي خانقي، يعني خانقين ابوك وبعدين جايين عليك؟ خانقي، هو ابوي عرفهم يعني شايفهم وعرفهم فخنقوا. من اهل المنطقه هم؟ اي من المنطقه. جوارين؟ اقربائنا. شماله؟ اي، ويعرفون ابويا ويعرفون انه احنا ما عندنا احد وبس بنات وكلش زين يعرفونه، واختهم جيراننا، بس يعني انا ما اعرف يعني شنو هاي النذاله اللي هيك سوى، ويعرفون ابويا هو شنو، ابويا رجال كبير وكان اسير، ليش هيك سويتوا بي؟ كان يعني اخذتوا الفلوس اخذتوا كل شيء بس مو هيك تسوونه، ليش يعني هسه احنا شنو حياتنا؟ دمروا حياتنا ظلينا بس احنا وامي، يعني ليش شنو اللي استفاديتوا انتوا؟ وحيدر فوقها يعني يعرف احنا شنو بينا ويعرف ايش عندنا.